ماذا يقول الله تعالى؟ فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. هذا فعل الشيطان، أن يقف المسلم على لسان أخيه المسلم ليقول له أشركت، ابتعدت، لست على الطريق الصحيح، لست على منهاج النبوة. فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. طيب هو يقول لك انا لا اصل، بالعكس انا اصلح. هذه توحيد الالوهيه هي اكبر خطا وقعت فيه الامه. يعني مظاهر كل هذا الشرك الذي نراه من الذبح للقبور والنذر لها وعبادتها والتوسل والتمسح بها وسؤال غير الله، كل هذه عباده، هذه مصاديق العباده. انتم صرفتم هذه المصاديق الى غير الله. فلماذا انتم، لاحظ يدي عندما تقول انتم، هي واحدة باتجاه الآخر ولكن ثلاثة لي. لماذا لا أراجع نفسي؟ لماذا لا أعرف ما عندي قبل أن أشير بالخطأ أو النقص على الآخرين؟ عمل الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهنا فلا تقعدوا بكل صراط توعدون به وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. الآن عندما نريد أن نقول نصحح، السؤال العام التأسيسي، هل الأولى بالمؤمن بالمسلم أن يدعو غير المسلمين إلى دين الله ليكثر الداخلون إلى جنات الخلد، أم الأولى به أن يتخلى عن عمل الدعوة مع غير المسلمين ويبدأ بتقطيع أوصال المسلمين؟ هذا أصحح عقيدته، وهذا أصحح شركه، وهذا أصحح بدعته. طيب ما العيب إذا صدق ذلك؟ ما العيب إذا صدق ذلك؟ العيب أننا لا نجتمع، بل نعطي صورة لغير المسلمين، اتفقوا أولا ثم ادعونا إلى دين الله. إذا كنتم في أصل عقيدتكم تقسمون هذا التقسيم ما بين توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وما بين أسماء وصفات وتفويض وتأويل، المسلم العادي البسيط المؤمن الطبيعي لا يفكر بكل هذه التفاصيل ولا بكل هذه الجزئيات. هو بده يقول له يا رب اغفر لي ذنبي. عليكم